شايفين كل هالكلام الطويل اللي حكيت انا عشره، لسه ما حكينا الا على المتصل والعارضه، هلا كله حيمر معنا باللوحات. هذا الكلام كله واللي حيمر معنا بعد شوي جمعه سيدي وشيخي واستاذي وصاحب الفضل علي ابراهيم علي شحاته السمنودي رحمه الله تعالى عليه، جمعه في بيتين من الشعر. سبحان الملهم والموفق، قال رحمه الله: أقوى المدود لازم، فما اتصل فعارض، فذو انفصال فبدل، وسببا مد إذا ما وجدا، يعني على حرف مد واحد، وسببا مد إذا ما وجدا فإن أقوى السببين انفردا. البيت الأول توطئة للبيت الثاني، عرفتوا البيت الأول؟ البيت الثاني لا يفهم إلا إذا فهم الأول، والأول بدون الثاني لا معنى له، أو لا بالأحرى مو لا معنى له، لا يترتب عليه شيء. بنعيد: أقوى المدود لازم، فما اتصل فعارض، فذو انفصال فبدل، وسببا مد إذا ما وجدا فإن أقوى السببين انفردا. في كلمة زايدة سمعتوا البيتين مني فيها كلمة حشو، عرفتوا شو الحشو؟ يعني كلام بيستعمله الناظم يعني بس ليكمل البيت. وجدتوا كلمة زايدة، ما لكم شايفين التوفيق والفتوح من الله عز وجل. كان أستاذنا الشيخ عبد العزيز عيون السود الله يرحمه يقول لي عن الشيخ إبراهيم علي شحاته السمنودي، لأني سمعت شعره، يقول لي: يا عمي الشعر على لسانه كالماء. هي شهادة الشيخ عبد العزيز عيون السود الله يرحمه بشعر الشيخ إبراهيم علي شحاته. قال لي: يا عمي الشعر على لسانه كالماء، كيف يعني هيك يجري جري، وهكذا هكذا كان الشيخ إبراهيم علي شحاته رحمة الله تعالى عليه وجزاه الله عن الأمة الإسلامية خيرا. وأسأل الله أن ينفع بمؤلفاته وينفع بمن أخذ عنه وبطلابه، وأن يسكنه الفردوس الأعلى من جناته، اللهم آمين آمين رحمة الله تعالى عليه. ننظر القاعدة الآن، قاعدة أقوى السببين، مقارنة بين أنواع المد الفرعية اللي حنقرأه الآن. هذا كله حكيت لكم إياه الآن، حيمر عليكم للمرة الثانية، فأرجو أن يعني اللي ما استوعب بالمرة الأولى يستوعب الآن. اللازم هو المد الذي أجمع القراء على مده وأجمعوا على إيه؟ مقداره، وهو المد اللازم الاصطلاحي. الواجب هو المد الذي أجمع القراء على مده مثل اللي قبله واختلفوا في مقداره، وهو المد المتصل. الجائز هو المد الذي اختلف القراء بين مده وقصره واختلفوا في مقداره، انتبهنا كيف؟ وهو المد المنفصل ومد الصلة الكبرى والمد العارض السكون ومد اللين. واضح؟ بناء على ما تقدم في اللوحة الماضية، فقد صنف أئمة القراء المدود الأقوى فالأضعف كما يلي: اللازم، هذا أعلى الرتب للإجماع على مده ومقداره، فالمتصل للإجماع على مده لا مقداره، فالعارض لأنه مد بحمله على اللازم كليا، يعني إن مدينا ست حركات، أو جزئيان، يعني إن مدينا كم؟ أربع حركات. فالمنفصل لأنه مد بحمله على المتصل كليا أو جزئيا. فالبدل وهو أضعفها لأنه حالة من مين؟ من المد الطبيعي. هذا كله المدخل، كله المدخل. قاعدة أقوى السببين، هي القاعدة اللي على الشاشة الآن: إذا اجتمع أكثر من سبب على حرف مد واحد، هذا الشرط، أعمل السبب الأقوى وأهمل الأضعف، فإن تساويا في القوة أعملا معا. اللي نحن منقول مد له سببان، عرفتوا شو معنات أعملا معا؟ مد له سببان. صورها هي حلوة. إذا اجتمع أكثر من سبب على حرف مد واحد أعمل السبب الأقوى وأهمل الأضعف، فإن تساويا في القوة أعملا معا.
قال العلامة المقرئ إبراهيم علي علي شحات السمنودي رحمه الله تعالى، توفي سنة 29، نحن الآن قد إيه؟ 37، يعني صلوا الله يرحمه 7 سنين، الله يرحمه ويغفر له، أو الله يرضى عنه ويرحمه. أقوى المدود لازم، فما اتصل فعارض، فذو انفصال فبدل، وسببا مد إذا ما وجدا فإن أقوى السببين انفردا. هاي اللازم، هاي المتصل، هاي العارض، هاي المنفصل، هاي البدل. صورها إذا بدك. إذا بكرة واحد منكم صار له شأن، أرجو أن تسمى مدرسة باسم الشيخ إبراهيم علي شحات السمنودي، ويسمى شارع، ويسمى مسجد، وحتى الضباع، حتى هؤلاء السادة الكبار الله يرضى عنهم اللي نقلوا لنا القرآن، اللي قال الشاطبي عن أمثالهم: جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقلوا القرآن. ليش عم يقول جزا؟ عرفتوا ليش عم يقول جزا الله؟ لأنه ما بيطلع بيده هو جازي. مو ورد بالحديث أنه إذا عجز عن مكافأة أخيه قل له جزاك الله خيرا؟ ما شلون بدك تكافئهم؟ هؤلاء الذين صرفوا أعمارهم في خدمة كتاب الله، الناس في البيع والشراء والنزهات والضحك والأفراح، وهن قاعدين مع الكتب. تعرفوا شو